ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونون اليوم بخير. معاكم محمد جمال من قناة أبو جاسم جيمز، ومعاي جنان بنت عمي، بس اليوم يعني هذا المقطع لها بسوي لها، هي 5 دقائق وإحنا وأنا 5 دقائق. فيلا يا خال تبدأ. أوكي، بس بيكون المقطع 5 دقائق بس، ويعني البداية اللي هو السلام ما يكون محسوب، بس اللعب. فيلا راح يطلع على شو اسمه 5 دقائق كم ثانية صح؟ أها. ما راح نضبطها 5 دقائق بالضبط. أبي أروح البرج. شنو البرج؟ بيروح البرج بس. هاي اوكي انا احس ما في فايده من البرج اللي بي هني باللعبه. ما ادري، ما احس في شيء يعني. اوكي طالع بس هي يلا باي، بس ما يعني ما داعي. ندخل بيوت الناس والله صدق. شوفي شوفي، تخيل عاد فجأة الحين رفيقي يكون موجود. أنا قاعد أدور بيت معين أبي أشوفه، إذا ما لقيته خلاص راح أستسلم لأمر الواقع. هني بيوت معين. بيكون شوية هدوء. بلا في فايدة من البرج اكتشفت. شنو؟ في فايدة من البرج. على شنو؟ والله ما أدري على إنه في فايدة. شنو؟ انتظر. شوفوا شوي بيكون. طالع وين تبي تروح؟ صدق والله. يعني تقدرون تطلعون وين تبون تروحون مثلاً؟ هذا اوكي، هذا بيته. اوكي ترى متعمدة الف كذي عشان بس اطالع بيوت. سوري على الازعاج. ادري شوي بيكون يعني هدوء لانه ما تكلم وايد يعني، وخاصة بهذا التصوير. ابيه تو كان موجود. بس ابي اشوف مرة ثانية اذا هو قريب ولا انا قاعد يتهيأ لي. شوف اللي ذكره كان هني. كل شوي فاتوقع انه هو في برج ثاني هناك. محمد هناك هني ما في الا اعلى برج الروبوت. انت اقدر اطل منه؟ ها ما تقدر تقربين؟ ما اعتقد. لا ما تقدرين. هل انزل مره ثانيه وبحاول ادور شي. دقيقه محمد، ابي باقي دقيقه على ما ينتهي دوري وانا ما سويت شيء اساسا. دخلي هذه لعبة لي بش اسمه بيتزا. بيتزا شيء سوي ثواني دقيقة بلا راح يكفيني حين تسو. هي ما راح يمدي. ما راح يمدي أدري. سوي أي شيء أي شيء حتى لو تسوي فين على الأقل. إيش أنا إذا ما في وقت يعني يكون. هنشوف بيت سلمار. شنو؟ باقي 36 ثانية. ايه هاي مناصة صح. شوفوا 30 ثانية. اوكي خل نروح بيتك ايه بسرعة.